وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد هشام القصاب، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. مرحبا بك في نشرتي الثالثة. هل تحدثنا عن دور ميثاق العمل الوطني في تطوير البنية التشريعية الاقتصادية لمملكة البحرين؟ مرحبا أختي، شكرا لكم على هذه الاستضافة. طبعا ميثاق العمل الوطني كما يعرف الجميع وضع الأسس والمبادئ الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات من خلال مفاهيم وقيم حضارية تضمن استدامة التطوير والتقدم على كافة المستويات، وقد أفرد مساحة واسعة في إطار الدستور والقانون بأن تتولى كل السلطة المنفصلة مهامها بشكل فاعل، وأقصد هنا السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى جانب المجتمع المدني بكافة مؤسساته، مما جعل كل يعمل في مجاله عمله بموضوعية ومهنية وتركيز عالي وفق ثوابت ورؤية المجتمع. ومع تضافر الجهود الوطنية وتكامل العمل المشترك بين مختلف السلطات في المملكة وفق المنهجية الديمقراطية الحديثة، استطاعت من خلال ذلك السلطة التشريعية أن تتطلع بدورها الفاعل والحيوي في تطوير منظومات التشريعية الوطنية والاقتصادية، والتي وضعت نصب عينها خلال دراسة ومناقشة ومراجعة مختلف المراسيم بقوانين والمشاريع بقوانين التحقيق الاستدامة في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق المرونة المطلوبة اقتصاديا وماليا بما يواكب متغيرات ومستجدات الاقتصاد العالمي. طبعا واليوم أصبحنا نتمتع بحزمة التشريعات الوطنية التي جعلت المملكة رائدة في كثير من المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، ووفرت البنية التحتية الصلبة والمرنة في ذات الوقت لجذب مرؤوس الأموال والاستثمارات والمشاريع التي تحقق العوائد الاقتصادية على الاقتصاد والدخل الوطني. ونحن نفتخر في الحقيقة بما لدينا من تشريعات تجعلنا في مقدمة دول العالم التي يمكنها أن تواكب المتغيرات والانعطافات الاقتصادية. لو استشهدنا بما أنجزت المملكة خلال جائحة كورونا من قدرة متميزة على العبور بسلام من آثار هذه الجائحة وطرح خطة تعافي اقتصادي كذلك برنامج التوازن المالي، وجدنا فعلا متانة منظومة التشريعات الوطنية وحداثتها والتي تعود نواتها التي تأسس بإطلاق ميثاق العمل الوطني. نعم. سعادة السيد هشام القصاب، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.